السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهدي الله فلا تجد له من ضال، ومن يضلل فلا تجد له من هاد. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله يا أخواتي، كيف حالكم؟ الأخوات اللي هم يعني عموما لو عندهم أي سؤال قبل ما نبدأ، احنا الحمد لله ان احنا تمينا خلاص الأحكام النون الساكنة والتنوين. فالأخوات اللي عندها أي سؤال أو أي استفسار ان هي حابة تسأل فيه، تتفضل تسأل فيه قبل ما نبدأ الدرس اليوم إن شاء الله بأمر الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك السؤال يعني خارج القواعد؟ تفضلي. طبعا تفضلي حبيبتي. يعني هناك شيء يعني لما نبدأ نقرأ نبحث عن الصفحة، لأن نحن في أوروبا عندنا مشكل في العربية، نحاول يعني أن نفهم ماذا نريد أن نقول، نبحث عن يعني كلمة نجدها. ولكن الأخت التي يعني مرشدة التي تقدم يعني القراءة تقول لنا اقرأوا يعني بالسرعة، نحن ما زلنا نبحث على كلمة نفهمها. ولكن بعدين الأخت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني خطيرة تسمعها يقولها الإنسان عليك، يعني لأن القرآن فيه أداب واحترام والدعوة. من لا يستطيع يعني أن يدعي بالتي هي أحسن لا يأخذ هذه المسؤولية، يعني لأن نحن فهنبدأ على بركة الله. أحكام الميم الساكنة زي بالضبط ما احنا قلنا في النون الساكنة، قلنا النون الساكنة كل حاجة ليها شروط. النون الساكنة قلنا ان هي من الشروط بتاعتها او شكلها ايه، ان هي نون ساكنة يعني ملهاش حركة وليس عليها اي حركة من الحركات، او الشكل الاخر ليها ان بيكون عليها رأس الحاء الصغيرة. نفس القصة في الميم، الميم الساكنة التعريف بتاعها لا حركة لها، الميم الساكنة لا حركة لها، السكون بتاعها ثابت وصلا ووقفا، السكون الخاص بالميم الساكنة ثابت وصلا ووقفا. والميم بتكون أصلية أو زائدة، أصلية أو زائدة، وبتأتي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، وتأتي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. ليه ما بتجيش في أول الكلمة؟ لأن عندنا قاعدة في اللغة العربية إن الكلمة لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فيبقى عندنا النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة بيبقى مكانهم يا إما في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة اللي هي بتكون متطرفة. طيب الميم اللي احنا بنتكلم عنها هنا ميم عارية من الحركة أو خالية من الحركة، إما أن تكون المقصود بها الميم المتحركة؟ لا طبعا ليست الميم المتحركة، مقصود بها ميم مشددة. نقول إن المشددة فيها ميم ساكنة وميم متحركة، فهي فيها الساكنة فتدخل ضمن الأحكام؟ لا برضو، يبقى هي ليست المتحركة، ليست المشددة، ولا اللي هي المتحركة بحركة عارضة لالتقاء ساكنين، يعني إن هي جت هي أساسا ساكنة وفي كلمة أخرى جاية وراها ساكن، فنهاية الكلمة ساكن وابتداء الكلمة الثانية ساكن، فبيحصل ايه؟ ان احنا يا اما بنحدث لنا فتح او رفع او كسر، بيحدث لنا رفع او كسر للتخلص من التقاء الساكنين، او اللي هو حذف المد مثلا، يعني اللي هي الامور الخاصة بالتقاء الساكنين. فلا، هي ليست الميم المتحركة بحركة عارضة لالتقاء الساكنين، يعني هي في الاصل ساكنة وتحركت بالكسر او بالضم لعشان في ساكن وراها للتخلص من التقاء الساكنين، دي برضو ليست معنى.
ولا الساكنة سكون عارض الوقف اللي هي الميم اللي بتبقى في نهاية الكلمة وبتكون في نهاية الآية وبنقف عليها اللي هو نقف عليها عند الوقف في نهاية الكلمة. لا مش موجودة معانا، هي أساسها متحركة ووقفت معانا وقف عارض السكون، لا 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 تتضمن معنى. يبقى المقصود هنا الميم الساكنة لا حركة لها، لا حركة لها. والمقصود هنا الميم الساكنة اللي هي ليها أحكامها الإظهار والإدغام والإخفاء، موجودة فين مكانها فين؟ موجودة في الاسم، موجودة في الفعل، وموجودة في الحرف، تمام؟ وبتأتي زائدة وتكون في ميم الجمع مثل ولهم فيها، ولهم فيها أو عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، تمام؟ فبتأتي زائدة اللي هي بتكون ميم الجمع، ممكن تأتي زائدة وتقع قبل حروف الهجاء إلا أحرف المد الثلاثة. ليه ما بتجيش قبل أحرف المد؟ لأن هي ساكنة وأحرف المد الثلاثة ساكنة، يبقى حروف المد ساكنة وهي ساكنة، فما ينفعش إن هي تيجي قبل حروف المد. ليه؟ لأن إحنا لسه بنقول الميم المتحركة نتيجة حركة عارضة نتيجة التقاء الساكنين، فدي ليست معنى، يبقى لا ينفع أن تأتي قبل الأحرف المادية، لابد أن تسبقها. ولا يجتمع ساكنين في اللغة. طيب ولا تقع قبل همزة الوصل برضو، لأن همزة الوصل بتكون ساكنة في عند البدء وبتقع بتسقط عند الوصل، فبرضو عند البدء لما بتكون موجودة همزة الوصل ما ينفعش الميم الساكنة تكون قبلها. ليه؟ لأنها بتتحرك لالتقاء الساكنين. طيب عندنا أحكام الميم الساكنة زي ما هي موجودة قدامنا في الشاشة، الإضغام والإخفاء والإظهار. أحكام الميم الساكنة سهلة جدا 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 ومن أسهل الأحكام عندنا ببساطة، ببساطة الإضغام إذا جاءت ميم ساكنة ورائها كلمة بتبدأ بحرف الميم ده اسمه إضغام مثلين صغير. الإخفاء إذا جاءت الميم الساكنة ورائها كلمة بتبدأ بحرف الباء زي مثلا إن ربهم بهم، ربهم بهم، تمام؟ يبقى دي إخفاء. بقية الأحرف اللي موجودة عندنا الحروف الهجائية لما بتيجي وراء الميم الساكنة بتكون إظهار شفوي. ده باختصار درس النهاردة، يعني ممكن اللي هو ايه نظام كده خلاص، احنا لخصنا الدرس بتاع النهارده وكله تمام. طيب يبقى الميم الساكنه ثلاثه احكام. اول حكم عندنا الاخفاء الشفوي، اول حكم عندنا الاخفاء الشفوي، تمام؟ قلنا الاخفاء لغه معناها الستر، لو نفتكر ان احنا قلنا الاخفاء تعريفه في النون الساكنه، احكام النون الساكنه والتنوين، فقلنا لغة الإخفاء معناه الستر. طب اصطلاحا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإضغام، يبقى عندنا اصطلاحا يبقى لغة الستر، اصطلاحا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عار عن التجديد. الميم الساكنة ما بيكونش عليها اي حركه، بتكون عاريه من الحركه. طب بالنسبه لحرف الباء بيكون حرف مشدد؟ لا ما بيكونش حرف مشدد، بيكون حرف عليه حركه متحرك. ليه؟ لان الاخفاء بيكون عار عن التجديد مع بقاء الغنه في الحرف الاول، مع بقاء الغنه في الحرف الاول اللي هي في الميم الساكنه، يبقى الغنه بتكون في الميم الساكنه. ان ربهم بهم، يبقى الغنة عندنا فين؟ ربهم بهم، يبقى الغنة عندنا عند الميم الساكنة، يبقى غنة الإخفاء موجودة مع الميم الساكنة. فمعنى بصفة بين الإظهار والإضغام يعني في شبهة بالإظهار وشبهة بالإضغام، تمام؟ ليه؟ برضو لو نفتكر الكلام ده قلناه في النون الساكنة والتنوين، إن الإخفاء بيكون ما بين الإظهار والإضغام. ليه؟ لأن الحروف الخاصة بالإخفاء
اللي هو حرف الباء تمام مع الميم الساكنة، هو بيكون من مخرج واحد. لو بصينا الباء بتخرج من الشفتين والميم بتخرج من الشفتين، فعلشان ما ينفعش ان احنا نضغط الميم في الباء فاخذ حكم الاخفاء. تمام، معنى عار عن التشديد ان يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده، دي معناها عار من التشديد. بقاء الغنة في الحرف الأول أن يبقى صوت الغنة في الحرف المخفى ولا يكون مع صوت الحرف المخفى عنده، نحو ترميهم بحجارة. تمام، يبقى عندنا الإخفاء لغة الستر، اصطلاحا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، المقصود هنا النون الساكنة الميم الساكنة، يبقى الحرف المقصود به هنا الميم الساكنة. طيب بين الإظهار والإدغام يعني لا هو مدغم إدغام كامل ولا هو مظهر إظهار كامل، هو صفة ما بين الاثنين، هو خوفا من ان هم يحدث لهم إدغام الميم في الباء لاختلاف الصفات اللي موجودة فيهم، إن الميم صفة متوسطة والباء صفة مجهورة شديدة، فاختلاف الصفات فخلاهم إن هم ما ينفعش لا يصلح لهم الإدغام. تمام، فحروفه حروف الإخفاء الشفوي هو الباء، إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة جاز إخفاء الميم الساكنة عندها مع الغنة، وبيكون الاسم إخفاء شفويا. ليه شفويا؟ لأن الميم بتخرج من الشفتين، يبقى إخفاء شفويا لأن الميم بتخرج من الشفتين. والغنة بتكون عند الميم، أمثلتها أم بظاهر فاحكم بينهم يوم هم بارزون يوم هم بارزون. طيب شرط الإخفاء بيكون في كلمة ولا في كلمتين؟ الإخفاء بيكون في كلمتين، الإخفاء الشفوي يكون في كلمتين. طب الإخفاء الحقيقي اللي احنا خدناه مع النون والتنوين، النون الساكنة والتنوين، بيأتي في كلمة أو كلمتين، أما الميم الإخفاء لا يأتي إلا في كلمتين، وده على عكس الإخفاء الحقيقي. ليه سمي إخفاء شفويا؟ سمي إخفاء شفويا لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقتها للباء، يبقى سمي إخفاء لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقتها للباء. طب ليه شفويا؟ لأن الميم والباء بيخرجوا المخرج بتاعهم منين؟ من الشفتين. سبب الإخفاء لوجود التجانس بين الميم والباء، لوجود التجانس بين الميم والباء لأنهم بيخرجوا من نفس المخرج ومتقاربين في الصفات، متقاربين في الصفات ولكن ليس متحدين، ليس متجانسين في الصفات، هما تجانسوا في المخرج فقط، في تجانس بينهم في المخرج لكن الصفات يوجد بينها تقارب وليس تجانس أو تماثل. طيب عندنا هنا الفرق بين الإقلاب والإخفاء الشفوي، فاكرين الإقلاب عندنا النون الساكنة والتنوين مع الباء صح؟ النون الساكنة والتنوين عند ملاقتها بالباء حرف الباء فبتقلب، لو نفتكر النون التنوين النون الساكنة والتنوين نفتكر الحكم بتاعها بيحصل ازاي او كيفية الإخفاء، بتقلب النون الساكنة الى ميم مخفاة ثم تخفى عند حرف الباء. تمام، يبقى ده الإقلاب، الآلية بتاعت الإقلاب ان الميم ليست أصلية، الميم ليست أصلية ولكن
منقلبة، أما في الإخفاء الشفوي فالميم هنا أصلية، أما في الإخفاء الشفوي فالميم أصلية. طب اختلف العلماء في الإخفاء الشفوي، بعضهم قال أن الإخفاء مع الغنة وآخرون قالوا بالإظهار، ولكن الإقلاب لا خلاف فيه. يعني العلماء عندنا اختلفوا في غنة الإخفاء الشفوي، فأحياناً قالوا لا، يعني ممكن تقول من بعد ترميهم بحجارة بدون غنة، في علماء قالوا أن الإخفاء الشفوي بدون غنة، ولكن علماء آخرين قالوا لا، إن هي الغنة موجودة في الميم المخفاة اللي هي في الإخفاء الشفوي. طب في الإقلاب، الإقلاب لا خلاف عليها، الإقلاب غنة الإقلاب لا خلاف عليها. يأتي الإخفاء الشفوي في كلمتين، ولكن الإقلاب بيأتي في كم كلمة؟ بيأتي في كلمة أو في كلمتين. يبقى شرط الإخفاء الشفوي إن هو بيأتي في كلمتين فقط، ولكن الإقلاب فهو بيأتي في كلمة أو كلمتين. طب دي الفرق ما بين الإقلاب والإخفاء الشفوي، ده الفرق اللي موجود عندنا ما بين الإقلاب والإخفاء الشفوي. طب إيه الفرق ما بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي؟ الفرق ما عندنا ما بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي، الإخفاء الحقيقي مع النون الساكنة إيه اللي بيحصل؟ بيتحقق إعدام تام لجسم النون وإبقاء صفتها، ذهاب ذات الحرف وإبقاء الصفة. إيه هي صفة الحرف؟ اللي هي الغنة. ده فين؟ ده في الإخفاء الحقيقي مع النون الساكنة. يبقى إيه اللي بيحصل؟ النون بينعدم جسمها، جسم النون بينعدم تماما، يعني لا ينطق النون، صوت النون ما بينطقش، ولكن إيه اللي بيفضل معانا؟ بيفضل معانا صوت الغنة. تمام؟ في الإخفاء الشفوي والإقلاب لا يعدم جسم الميم تماما، لا يعدم جسم الميم تماما. طب إيه اللي بيحصل؟ وذلك لقربها من الباء مخرجا، وذلك لقربها من الباء مخرجا. يبقى أول فارق ما بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي، الإخفاء الحقيقي بينعدم جسم النون وتبقى الغنة غنة النون، تمام؟ وأما في الإخفاء الشفوي والإقلاب أيضا اللي هو لا ينعدم جسم النون، الجسم الميم، الميم بتظل موجودة وذلك لقربها من الباء مخرجا. طيب الفارق الثاني، الإخفاء الحقيقي لم يختلف فيه العلماء، أما الإخفاء الشفوي، أما الإخفاء الشفوي فاختلف فيه العلماء. يعني الإخفاء الحقيقي ما اختلفش العلماء على وجود الغنة، بقاء الغنة أم ذهابها، النون المخفاة موجودة فيها غنة أو إن هي ممكن تكون مظهرة، ما فيش خلاف عليها. لكن الخلاف، اختلاف العلماء كان في الإخفاء الشفوي، إن هم اختلفوا إذا كان فيها حكمها إظهار أو إخفاء، يعني مظهرة ما فيش غنة فبتكون مظهرة، أو إن هي فيها غنة فبتكون إخفاء شفوي. يبقى ده أول حكم عندنا، حكم الإخفاء الشفوي، وعرفنا هو ليه سمي بالإخفاء، لأنه مستور، هي بتستر الميم عند حرف الباء مع بقاء الغنة في حرف الميم، مع بقاء الغنة في حرف الميم. تمام؟ عندنا الحكم الثاني، وعرفنا أن حرف حرف الباء، وعرفنا كل الأمور الخاصة به والفرق بينه وبين الإقلاب والفرق بينه وبين الإخفاء الحقيقي. الحكم الثاني وهو الإدغام، الحكم الثاني وهو الإدغام. الإدغام هنا بيسمى، لا يسمى إدغام شفوي، لا يسمى إدغام شفوي، ولكن يسمى إدغام صغير متماثلين. ليه إدغام مثلين صغير أو إدغام متماثلين صغير؟ ليه سمي إدغام مثلين؟ لأن هي ميم ساكنة، وحروف الإدغام اللي موجودة في الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة، حرف الميم فقط، حرف الميم فقط، فالحرفين زي بعض صفة وجسما وكل الشروط بتاعتها ومخرجا، فكل الأمور واحدة. فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين
وجب الإدغام وسمي إدغام متماثلين صغير مع الغنة. تمام؟ يبقى عندنا إذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة سواء في كلمة أو كلمتين وجب الإدغام وسمي إدغام متماثلين صغير مع الغنة. فمثلا هما اللي يقصدوا في كلمة يا أخواتي اللي هي في الحروف المتقطعة، لكن لو قلنا مثلا مما هنا ميم مشددة حرف مشدد أغن، ولا يطلق عليها إدغام متماثلين، لأن الإدغام المتماثلين الشرط فيه إن هو يكون في كلمتين. تمام؟ هنا المقصود بقى اللي هو في كلمة واحدة أو كلمتين، اللي هو المقصود بها الأحرف المتقطعة اللي في بداية الصور، اللي هي أمثلتها ألف لام ميم. تمام؟ فلو لو خدنا بالنا ان اللام طيب نعمل هنا بورد لو خدنا بالنا هنا يا اخواتي ان الف واللام هي بتكتب كده تمام، ولكن بتنطق كده دي ألف بينطق باسمها عادي ولام تمام وميم الأحرف المتقطعة بتنطق هكذا. طب بالنسبة للام هنا، بالنسبة للام اللي موجودة هنا لام ساكنة، لام ساكنة، وبالنسبة للميم هنا ميم مكسورة. تمام؟ يبقى عندنا هنا الحكم هنا ايه؟ إدغام. يبقى الحكم هنا إدغام، بيسمى إدغام مثلين صغير. ليه صغير؟ لأن الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة، فهنا بيسمى إدغام صغير. وليه مثلين؟ لأن الميم زي الميم، الحرفين زي بعض، جسما وصفاتا ومخرجا، فالاتنين زي بعض فبيسمى إدغام. تمام؟ بيسمى إدغام مثلين، بيسمى مثلين. طب ليه إدغام؟ لأن أدغمت الميم الساكنة في الميم المتحركة، سميت إدغام لأنها أدغمت، يعني دخلت الميم الساكنة في الميم المتحركة بغنة أكمل ما تكون. يبقى نوع الغنة هنا بيكون أكمل ما تكون. واضح يا أخواتي؟ يبقى دي المقصود بها هنا إدغام مثلين صغير في كلمة، مقصود الكلمة اللي هي الحروف المتقطعة اللي بتيجي في أول في أوائل الصور. لكن لما نيجي نشوف مما، يعني مثلا في سورة الطارق مما خلق، هنا ميم مشددة، ده إدغام مثلين، الميم دي هتبقى ميم مشددة، لكن دي هيطلق عليها إدغام مثلين ولا هيطلق عليها إيه؟ دي ميم متحركة أهي، مي ميم، دي ميم متحركة لم تضغم فيها وليست ميم ساكنة. تمام؟ وهنا ميم مشددة، فدي اللي هي بتدخل في حكم النون والميم المشددتين، زي اليم. تمام؟ الميم هنا مشددة، فهنا بيسمى ايه؟ بيسمى حرف مشدد أغن بغنة أكمل ما تكون. يبقى الميمات دي حرف مشدد أغن بغنة أكمل ما تكون، لكن هنا الإدغام مثلين الصغير اللي هي الميم الساكنة وميم متحركة، في إدغام المثلين فبيكون في كلمتين، شرط الإدغام بيكون في كلمتين، شرط التماثل بيكون في كلمتين. عموما في علاقات الحروف هتوضح الامور كلها اذا كانت في كلمه او كلمتين والشروط بتاعتها وكل الامور دي. طيب يبقى احنا كده عندنا ان احنا عارفين ان دي بتنطق ازاي، الف لام ميم. ليه؟ لان هنا المد ده مد لازم
مد لازم حرفي مثقل تمام بيمد مد لازم بيمد 6 حركات وايضا الميم مد لازم حرفي مثقل بيمد 6 حركات وهنا الادغام اللي موجود هنا بيكون غن اكمل ما تكون بتاخذ ما يقرب من هي اكتر من حركتين يعني بتاخذ حركتين لانها اكمل ما تكون بتاخذ صفات الغنة الكاملة كلها. طيب في كلمتين مثلا كم من فئة تمام لكم لو هنقول مثلا لكم ما يبقى هنا الميم ساكنة والميم مشددة. ليه مشددة؟ طبعا هنا في المصحف ما بيكونش فيه علامة. المصحف ما بيكونش فيه علامة، الميم هنا خالية من الحركة وعارية من الحركة، ولكن العلامة في المصحف بتكون كده مشددة. لكم تمام، يبقى الميم الساكنة هنا بتكون عارية من الحركة، ولكن بتكون علامة الإدغام التجديد. علامة الإدغام التجديد العلامة في المصحف، يعني لو لقينا الشدة موجودة في المصحف على الميم أو النون في أحكام النون الساكنة والتنوين زي من نعمة، من نعمة تمام، هنا برضو إدغام مثلين صغير. ليه؟ لأن هنا النون ساكنة ما بيتحطش عليها حركة والنون الثانية بتكون مشددة، فعلامة الإدغام في المصحف التجديد تمام. يبقى الأمثلة هنا كثيرة، أمن أو لكم ما أو كم من تمام. يبقى ده كده الإدغام حروفه هو الميم، فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة سواء في كلمة أو كلمتين وجب الإدغام وسمي إدغام متماثلين صغير مع الغنة. وهنا نوع الغنة بيكون إيه؟ غنة أكمل ما تكون، وبيأتي زي من كلمة واحدة نحو ألف لام ميم، ألف لام صاد تمام، وألف لام ميم راء أيضا بنفس الطريقة. طيب وفي كلمتين زي كم من ولكم ما وأمن، سمي إدغاما لإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة التي بعدها. طيب ليه متماثلين؟ لأنهما حرفان اتحدا مخرجا وصفة واسما ورسما. يبقى متماثلين لأنهما حرفان اتحد مخرجا وصفة واسما ورسما. ليه سمي بالصغير؟ لأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك، وبيعطي هنا سبب إن هو بيقول لأنه لا يحتاج إلى عمل كثير إذ يتم إدخال الحرف الساكن أو إدخال الحرف الساكن في المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وهذا هو تعريف الإدغام. تعريف الإدغام اللي هو إدخال حرف الساكن في الحرف الآخر المتحرك أو بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. بتبقى عندنا آخر حكم معانا وهو حكم الإظهار الشفوي وحروف الإظهار الشفوي اللي هي بقية الأحرف. حروف الإظهار الشفوي وهي بقية الأحرف. بقية الأحرف اللي جاية بعد إسقاط منها الباء والميم، يعني بقية الأحرف بدون الباء والميم تمام، فبيكونوا كم حرف؟ 26 حرف. بيأتي في كلمة واحدة أو كلمتين، ده الأمر عادي، زي مثلا أنعمت، أنعمت الميم الساكنة في أنعمت تمام،
بيكون في حكم الإظهار بيكون مرسوم على الميم رأس حاء صغيرة. حكم الإظهار علامته في المصحف إن بيكون مرسوم على سواء النون الساكنة أو الميم الساكنة بيكون مرسوم عليها رأس حاء صغيرة. والإظهار بيكون بدون غنة، والإظهار بيكون بدون غنة ظاهرة. طب ليه سمي إظهارا؟ لأن الميم الساكنة بتظهر وبنسمع صوتها، بتكون واضحة جدا عند ملاقاتها للحروف 26 المتبقية. تمام؟ وسمي شفوا لأن الميم الساكنة بتخرج من الشفتين، فنسب الإظهار إليها. طب ليه مظهرة؟ لأن مخرجها محدد، مخرج الميم محدد. تمام؟ ومخرجها غير محصور في مخرج معين، لأن ال 26 المتبقيين في جزء منه بيخرج من الحلق، وفي اللي بيخرج من اللسان، وفي اللي بيخرج من الشفتين. فإن هنا يعني بيديلك مبرر إن ليه نسب الإظهار سموه شفوي ونسب للميم، لم ينسب للأحرف حروف الإظهار اللي هما 26. تمام؟ سبب الإظهار الشفوي عند الحروف اللي هما 26 تباعد الميم الساكنة في المخرج والصفة عند أكثر الحروف. تباعد الميم الساكنة في المخرج والصفة عند أكثر الحروف. في ملاحظة مهمة هنا جدا، إن هو في أو سؤال بيقولك لماذا لم تضغم الميم في الواو والفاء؟ لماذا لم تضغم الميم في الواو والفاء على الرغم قرب المخرج، ان هما بيخرجوا من مخرج واحد؟ الواو والفاء بيخرجوا من من الشفتين، والميم بتخرج من الشفتين. وعلى الرغم من كده ان بيكون الاظهار فيهم اشد من بقية الحروف. دايما بيقولك ان الاظهار هنا بيكون قوي عند ملاقات الميم الساكنة مع الواو والفاء. فليه؟ يقول إن الميم لا تضغم في مقاربها وهي الفاء، يعني في تقارب ما بين الواو والفاء، فالواو والفاء لا في تقارب ما بين الميم والفاء، فهذا التقارب بيمنع إضغام الميم في الفاء. تمام؟ يبقى الميم لا تضغم في المقاربة وهي الفاء، يعني الفاء في بينها وبين الميم تقارب، فهذا التقارب بيمنع الإضغام فيها، وهي الفاء من أجل الغنة التي فيها. تمام؟ اللي هي غنة الميم. فلو أضغمت لذهبت غنتها، فكان إخلالا وإجحافا بها فأظهرت، وكذلك لقوة الميم وضعف الفاء، ولا يضغم القوي في الضعيف. لا يضغم القوي في الضعيف. الميم قوية والفاء من الحروف من أضعف الحروف في اللغة العربية، فبيقولك هنا لا يضغم القوي في الضعيف. طيب ده سبب عدم إضغام الميم في الفاء. طب الواو، بين الواو والميم تجانس في المخرج للتفرقة بينها وبين النون الساكنة المضغمة في الواو، وخوفا من اللبس. ده مجرد مبررات، يعني العلماء بيقولولنا مجرد مبررات، فلا يعرف هل هي ميم أم نون، لذلك كان إظهارا شديدا خوفا من الإضغام. لذلك كان إظهارا شديدا خوفا من الإضغام. فهنا بيعطينا تنبيه أو ملحوظة إن الإظهار الميم عند الواو والفاء إظهار قوي، ونحذر من السكت عليهما خوفا من الإخفاء. يعني ما ينفعش إن احنا نعمل سكت، والسكت ده اللي هو الانتظار لبرهة أو لثواني بدون نفس، يعني بنفس واحد، ان احنا بنقرا في التلاوه بتاعتنا زي مثلا بل ران، انا قلت بل وسكت لثواني معدوده من غير ما اخد نفس،
هو ده السكت. القراءة في نفس واحد ولكن بيحدث سكوت للحظات ما بين الكلمتين، تمام؟ فهو نحذر من السكت عليها خوفا من الإخفاء. فعند الوقف على الميم وإعطائها زمنا قليلا تظهر الغنة. لو وقفنا على الميم وادينا لها زمن قليلا اللي هو زمن التوسط بتاعها، ولو زدنا عليه شوية بتظهر الغنة اللي هي غنة الميم. وهذا لا يجوز، بل يجب إظهارها بدون سكت أو مط يظهر غنتها. يعني المقصود إن هنا الميم هنا في الإظهار بتاخد زمن توسط فقط، ما ينفعش إن إحنا نمط فيها، ولا ينفع إن إحنا نسكت فتظهر، يعني نسكت عليها اللحظات بنفس واحد. إن إحنا يعني ما ينفعش إن إحنا نعمل عليها سكت أو إن إحنا نمط في الحركة فيها. زي مثلا في آية هنا سبحان الله، يعني جمعت أحكام الميم الساكنة كلها. تمام، الآية دي لو نظرنا فيها، هو للأسف يعني مش هعرف أكتبها على الشاشة لأن البورد صغيرة، وهي الآية يعني هتاخد وقت قبل ما تتكتب. الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم. ناخد بالنا هنا طائركم معكم، هنا ميم ساكنة ووراها حرف الميم المضغم فيها، تمام؟ أين ذكرتم بل أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. لو بصينا إن هنا الميم ذكرتم وراه حرف الباء، فهنا في إخفاء شفوي. الإخفاء الشفوي بيكون بالغنة، أين ذكرتم بل. يبقى إحنا خدنا أول حاجة طائركم معكم، يبقى الآية دي فيها الإضغام المثلين الصغير، تمام؟ وذكرتم بل اللي هي فيها الإخفاء الشفوي اللي هي الميم الساكنة وراها حرف الباء، تمام؟ أنتم قوم مسرفون. أنتم قوم اللي هي الميم الساكنة وجاء وراءها حرف القاف. والآيات موجودة كتير جدا 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 في القرآن، نحن إن شاء الله كده بنقدر إن إحنا وإحنا ماشيين في أثناء التلاوة عند التطبيق إن شاء الله بأمر الله تعالى. الآية دي أخواتي في سورة ياسين، الآية 19 في سورة ياسين، أخواتي اللي عايزين يشوفوها في المصحف. طيب، في آيات تانية موجودة في النساء وفي سور تانية موجودة في المصحف. فالآيات كتير إن شاء الله بنجيبها وبنطبق عليها، تمام يا أخواتي؟ حروف الإظهار مع الميم والتي لا تأتي إلا في كلمتين. ثواني يا أخواتي، ثواني.